حبيب الفريق. اي اهلا ومرحبا، صوتك بعيد يا حاج. كيف حالكم؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا ومرحبا، هلا بك. معني كويس؟ اي نعم. بس لو سمحت ابغاك ترفع الصوت عندك عشان المشاهد يسمع. انت صوتك اصلا بعيد، هذه مشكلة. طيب الان كيف الصوت؟ الان شوية زين، جيد. الان جيد. الان الصوت كويس؟ اي جيد. انت تكلمني بهيدفون ولا بالهاتف مباشرة؟ اكلمك بالهاتف مباشرة. طيب شنو اسمك الكريم يا اهلا ومرحبا؟ خلي النقاش علمي. نعم. وهو دائم. بعيد عن عائشة، وبعيد عن أبو بكر، وبعيد عن عمر، وبعيد عن الصحابة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه، والحسن رضي الله عنه وأرضاه، والحسين رضي الله وأرضاه. طيب مو مشكلة. مو مشكلة. يقولون هذا الرئيس، الرئيس هو نعم النقاش علمي، بعيدا عن الله، بعيدا عن الملائكة، بعيدا عن القرآن، بعيدا عن النبي، بعيدا عن الأئمة المعصومين، بعيدا عن عائشة، بعيدا عن الصحابة. واضح الكلام. الآن أنا راح أبدأ بالسؤال، شنو رأيك بالانسحاب التكتيكي اللي سويته روسيا؟ هذا كلامي. يلا الآن تفضل، شنو رأيك بالانسحاب التكتيكي اللي سويته روسيا؟ يقولون هذا كان بالهدف من الهدف من عنده انه ارعاب دول حلف الناتو، حتى انه يسحبون تأييدهم الاوكرانيا، لان يردون يضمون اوكرانيا الى حلف الناتو. وطبعا الرئيس الروسي ما قابل بهذا الشيء. يقول امريكا تريد تبني قواعد عسكرية قريبة من روسيا، واحنا ما نسمح. فهو شنو سوى؟ قدم الجيش مالته، قدم جيش حاصر أوكرانيا. الأمة العربية دخلت انذار، والأمة الأوروبية دخلت للحمام من الخوف. حشدوا الجيوش، طيروا الطيارات، جت البواخر، طبقة جت على السواحل، على الأساس يصير حرب. بالأخير هذا بوتين علسهم. سد الخط خطية. يلا اسمع الحوار يا عمي. الرئيس الروسي علسهم، يعني شنو ضحك عليهم بطريقة استهزائية. يوم اللي صارت ضجة عالمية والطيارات كلها تحضرت على الأساس تقصف، أعلن الرئيس الروسي أن القوات الروسية أنهت مهامها التدريبية على الحدود الأوكرانية. يعني يوم اللي الناس ماتت من الخوف على الأساس تصير حرب عالمية ثالثة، طلع الحجي الرئيس الروسي كان يتدرب، يقول يابا أنا كنت أدرب. هذا نقاش بعيد عن القرآن، بعيد عن الله، بعيد عن الرب الشيعي، بعيد عن الرب الذي طوله 60 ذراع، بعيد عن عائشة، بعيد عن الأئمة، بعيد عن الملائكة، بعيد عن الصحابة، بعيد عن عائشة. شفتوا شي يريدون؟ هيك يريدون لعب. فالحجي رئيس روسيا طلع يتدرب وراء هذا الظيم كله والدق واللطم. وهذا جو بايدن مات اصلا خطيه، يجي لك محاطي له مغذي، لان هدد يضرب امريكا، وهدد يضرب المانيا، هدد الدنيا كلها. ودوله نوويه عندها اكثر من 7000 راس نووي روسيا، يعني تقريبا اكثر دوله نوويه ان لم تكن بعد امريكا مباشره. فشوف ارعب العالم دخل الناس برعه، يقول انا ما اريد حلف الناتو يصير عندي قريب. اذا ضميت اوكرانيا الي معناها شنو؟ معناها حلف الناتو راح ينصب قواعده باوكرانيا، راح يصير تهديد لامن روسيا، وانا امن روسيا يهمني. فالان اوكرانيا اصبحت منطقه شنو متنازع عليها؟ ما بين حلف الناتو وما بين منو؟ ما بين روسيا. حياك الله وبياك، هذا نقاش بعيد عن الدين وبعيد عن السياسه هذا. يا اهلا ومرحبا، شرفني بك، يا اهلا وسهلا، تحياتنا لك. تفضل. خلي الشيعة يضحكون عليكم، خلي الشيعة يضحكون عليكم، صرتم مهزلة. حبيب الفريق.